أقدم لكم جهاز AKS Multi 3D مع تكنولوجيا GFIS صنع في أمريكا وإسرائيل. الجهاز مصمم لكشف الكنوز والفراغات تحت سطح الأرض، يمكنه الكشف وتحديد المواقع حتى عمق 21 متر. العرض كامل يشمل 6 فلاتر و3 حساسات، تابلت سامسونج لعرض النتائج، USB مع شروحات، بطاقة ضمان أصلية، وملصق هولوغرام يحمي من التزوير ورقم سيريا الخاص. يدوم الجهاز لثمان ساعات متواصلة ويدعم مجموعة من اللغات: الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، العربية، التركية، الفارسية، الهندية، الصينية، البرتغالية، الروسية، اليونانية، العبرية والمزيد. وتحليل النتائج يأتي مع USB يحتوي على مقاطع تعليمية، بطاقة ضمان أصلية، ملصق هولوغرام يحمي من التزييف، ورقم سيريال فريد.